مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة، سباقات الهجن العربية الأصيلة، عاصمة الميادين، هنا بانطلاقة خامس أشواطنا في هذه الفترة الصباحية مع الرقص مع الكبار، هنا أيضا بانطلاقة الحول والزمول لأبناء القبائل، وشوطنا الخامس الخاص بالحول المحليات الأصايل، هنا مع أشواط الإنتاج والمنتجين نسير معكم بهذه الانطلاقة، نسير بتحدي ونتابع. هنا غادة من تأتي لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر مهمة لعبد الله بن مصبح بن محمد الظاهري، من تسللت بهذه الانطلاقة هنا وتأتي أو تنصرف إلى المركز الأول، بينما نتابع هنا المركز الثالث والقادمة شواهين سعيد بن محمد بن رصاص المنصوري، وتأتينا هناك الذيبة بهذا الانطلاق وبهذا التحدي، الهلال بالعلي بن ناصر السناني منطلقة هنا رابعا، والمركز الخامس لسليم بن مسلم بن غزول العامري، وسادس مراكزنا تأتينا بهذا الانطلاق والأداء غزل جابر بن خادم بن عفري المنصوري، يقدم لنا غزل على سادس المراكز، والمركز السابع وصلت قرموشة العثة بالخزع بالعثة العامري، من يقدم لنا قرموشة، وعلى المركز الثامن والقادمة هنا الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد لقت تبي، وهناك الانطلاق على تاسع مراكزنا، هنا غطرسة حمد بن سالم بن نصرة العامري، من يقدم لنا غطرسة تاسعا، وعلى المركز العاشر تأتينا الشاهينية لسعيد بن محمد بن طماطم العفاري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، دعناها على حضاراتكم، لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى صدارة هذا الشوط وإلى مهمة انطلقت على الصدارة وعلى المركز الأول. عبد الله بن مصبح بن محمد الظاهري يقدم لنا مهمة على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني غادة لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي تنطلق إلى المركز الثاني وثالث المراكز، وصل شعار مفنودة بهذا الانطلاق وهذا التحدي مع قرموشة العثة بالخزع بالعثة العامري، من يقدمها أبو سعيد بهذا الانطلاق والأداء المميز الجميل، بينما المركز الرابع وصلت صوغة هنا لسليم بن مسلم بن غزول العامري، من يقدم لنا صوغة، من قدم هذا الشعار، الأسماء العديدة والعديدة أيضا بالإنجازات والتحديات. المركز الخامس القادمة هنا ذيبة هلال بالعني بن ناصر السناني، هنا يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها. سادس مراكزنا الوصول من الشاهينية حمد بن راشد بن عبيد لجتبي، هنا أيضا قادمة بمصابيع المراكز، من ذعناها في المركز العاشر، ها هي تتسلل هنا الشاهينية سعيد بن محمد بن طماطم العفاري، من يقدمها بهذا الأداء الجميل، الوصول هنا أيضا من الشاهينية بأول نداء لسيف بن سويدان بن حضيرم اللي اكتبي، من تأتي بهذا الانطلاق وتاسع المراكز. المركز التاسع عجيبة عمر بن محمد بن قران لقتبي، وعلى المركز العاشر وصلت مواري مبارك بن سيف بن فاضل هنا المزروعي، من تأتينا بهذه الانطلاقة والتحدي، ها هي الأسماء مشاهدينا ومتابعينا الكرام. عاشر مراكزنا الفاتنة القادمة هنا لعتيق بن عبيد بن حارب الرميثي، من يقدم لنا الفاتنة بهذا الانطلاق والأداء على عاشر المراكز، لنا عودة شاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول صدورة هذا الشوط. وهنا الانطلاق والتقدم من غادة، من غيرت على الصدارة
على المقدمة والمركز الأول. غادة من تندفع بصدورة هذا الشوط هنا وتحديات أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشومسي والقادمة القادمة قرموشة قرموشة هنا قادمة بالانطلاق والأداء الجميل هنا العثة بالخزع بالعثة العامري من يقدمها على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية سعيد بن محمد بن طماطم العفاري ووصلت الشاهينية الأخرى للسيف بن سويدان بن حضيرم لقتبي من يقدمها على المركز الرابع وخامس مراكزنا. القادمة هنا بالانطلاق الذيبة هلال بن علي بن ناصر السناني الوصول من الشاهينية حمد بن راهيد بن عبيد بن حميد لقتبي على سادس المراكز. والمركز السابع مواري مبارك بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. فبهذا الانطلاق والتحدي الجميل مع الكيلو والنصف ما تبقى على نهاية هذا الشوط هنا القدوم من قبل مشهورة محمد بن سلة بن حمرور العامري من يأتينا بمشهورة الانطلاق والأداء هنا الوصول أيضا والتحدي على المركز التاسع لأول لنا بهذا الانطلاق الجميل هنا وتحديات هذا الشوط. ونعود نعود إلى المقدمة نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول والمنطلقة هنا على صدارة هذا الشوط والمقدمة هنا غادة 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 من تندفع بالصدارة وبالمركز الأول هنا تقترب. ها هو الكيلومتر الأخير تفتح أبواب غادة هنا لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي والقادمة هنا الشاهينية سيف بن سويدان بن حضيرم الكبي يقدمها على المركز الثاني بهذا الانطلاق. ولكن غادة غادة تندفع بالصدارة تندفع بالمقدمة وبالمركز الأول عصاها راكدة وآمنة على صدارة هذا الشوط. وهي الأعلام ترف أمامها بالانطلاق والتحدي الجميل. المركز الثاني هنا الشاهينية لسيف بن سويدان بن حضيرم الكبي وتاتي قرموشة العثة بالخزع العامري ثالثا. ولكن غادة 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 هي مع الخمسمائة متر الأخيرة من تعلن الانفراد بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول. غادة لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. سلام مدينة العين سلام على هذا الأداء المميز الجميل. سلام وفيصل سلام من قدمها بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. هنا حمد بن مبارك بن معيوف لوهيبي من قدمها بهذا الأداء المميز الجميل. تهانينا تهانينا لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي على هذا الفوز المميز الجميل وعصاها في الأبطان ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني أدتنا شاهينية لسيف بن سويدان بن حضيرم لقتبي. والمركز الثالث وصلت الذيبة هلال بن علي بن ناصر السناني وقرموشة من حلت على المركز هنا الرابع العثة بالخزع بالعثة العامري. والمركز الخامس الشاهينية لسعيد بن محمد بن طماطم العفاري. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى ولحظة الانطلاق والتحدي المميز الجميل هنا بهذا الانطلاق والأداء. تهانينا والناموس هنا على هذا الأداء المميز لغادة لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي على هذا الفوز المميز الجميل. وشكرا مفيصل من قدمها بهذا الانطلاق والتحدي. التوقيت الزمني 9 دقائق 17 ثانية و7 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل بينما المركز الثاني من أتتنا مشاهدينا الكرام بهذه الانطلاقة والتحديات الشاهينية لسيف بن سويدان بن حضيرم لقتبي قاطعة المسافة. سجلت هنا الشاهينية في هذا الانطلاق هنا أيضا 9 دقائق 19 ثانية 4 من الأجزاء من الثانية. والمركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت انطلاقة ذيبة لهلال بن علي بن ناصر السناني قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق
19 ثانية وأربعة من الأجزائين من الثانية. تهانينا والناموس بهذا الانطلاق والأداء، ونعود إلى غادة صاحبة التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز لأحمد بن حمد بن مبارك بن رغاش الشامسي، والتوقيت المميز الأفضل.